كاين موضوع مهم في الثقافة المغربية عندنا، قضية عباد الحريرة، عباد رمضان، وأن هناك ناس كيعبدوا الله عارف رمضان ملي كتعلى رمضان ما كيبقاش يمشيو للجامع. هذه القضية أنا في الحقيقة بما أننا قبل رمضان ممكن نطرحها بطرح مختلف. أنا مع هاد الناس عباد رمضان، نتمنى المغاربة كلهم يعبدوا الله في رمضان، لأنه مبدأ التوبة يا إخواني الكرام، وأشرنا لهذا الكلام، يعني قضية التوبة هي قضية اغتنام فرصة. أنك أنت لما كتجي كيجي شهر رمضان كتنوي أنك غادي تعبد الله عز وجل، وغادي تنقاطع على المعاصي والذنوب اللي كتعمل، وغادي تحاول تجتهد ما أمكن في رمضان فقط. خلي بعد رمضان أنا ما بغيكش تفكر فيها. أنا أقول اعبد الله في رمضان الآن، هذا اللي جاي نوي أنك تعبد الله عز وجل، ونوي أنك تستغله خير استغلال، نوي أنك تصلي التراويح، نوي أنك تصلي صلوات، نوي أنك تذكر الله عز وجل، نوي أنك تقرأ قرآن، نوي أنك تغير كثير في حياتك. ماذا سيأتي بعد رمضان؟ هذا معتمد على كيف ستقضي رمضان، لأنه كثير من الناس يعني كيتاخذ هذا الأمر بالصورة السلبية، يقول لك عباد رمضان إذا أنا ما ناويش نعبد الله دائما، إذا ما نعبدش الله حتى في رمضان. إذا أنا الكلمة هذه أنا نبغيك تستغلها إيجابيا، نعم سنعبد الله عز وجل في رمضان وكلنا عباد رمضان، إذا كان بهذا المعنى. يعني ملي كيجي رمضان كنجتهدوا في العبادة، كنقاطعوا على مجموعة من الأشياء السيئة اللي كنعملوها، كنحاولوا ما أمكن تقربوا إلى الله بقدر ما نستطيع. ولكن واش حنا كنعبدوا رمضان كشهر؟ لا، نحن نعبد الله عز وجل، إلا أن رمضان هو شهر عبادة. إذا هاد السبة اللي كيسبوك بها كيقول لك أنت عباد رمضان، قول له واش أنا عباد رمضان، غادي نصلي في رمضان وغادي نجتهد وغادي نطلب الله عز وجل وأنا في ذلك الشهر الفضيل أن يوفقني للاستمرار. إذن أنا بغيك تضيف على هذه كلمة عباد رمضان، تضيف عليها واحد الحاجة مهمة، أن دعائك يكون في رمضان منصبا على هذه القضية، يا ربي اقبلني عندك من التائبين، واجعلني عندك من المقبولين، واغفر لي ذنوبي وثبتني على الطاعة. إذن قضية سؤال الله الثبات يجب أن تحققها في رمضان، يجب أن تجعل دعائك قبل الإفطار ينصب على هذه المسألة. إذا كنتي بطبيعة الحال من الناس اللي كيلقاو جهد في العبادة وبعد رمضان ينقطعون العبادة، إذا استغل هذا رمضان الماجي واجعل الدعاء ديالك الأساسي قبل الإفطار: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وعلى فكرة هذا دعاء الصالحين ودعاء الأنبياء، بل هو دعاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقول في صلاته في قيام الليل، في دعاء الاستفتاح، في أعظم موقف يقومه وهو موقف التهجد لله عز وجل، يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يقول: اللهم رب إسرافيل وميكائيل وجبرائيل عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إذن سؤال الله الهداية والثبات عليها هو حال جميع الصالحين. إبراهيم عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذن يسأل الله ألا يرتكس وألا يعود وألا يعني يكون من عباد الأصنام. إذن مسألة، أدخل لهذا الشهر بنية أن تستغله خير استغلال. وأنا كان كيعجبني هذا المعنى، لأن لما كتجي لواحد تقول شوف رمضان شهر واحد اجتهد فيه، خلاف لما كيجي الانسان كيفكر انه خصو يغير حياته العام كامل وخصو ينقطع على ما يمشيش للبحر كتجي ثقيله. اذا حتى فلسفتنا في التعامل مع النفس خصها تتغير. يعني خلينا نسميوها التوبه الموسميه، يعني توب الى الله عز وجل في هذا الموسم، وتوب الى الله في رمضان، وما بعد رمضان متعلق بجهدك في هذا الشهر ومتعلق بقبول الله منك. إذا قبل الله عز وجل منك الدعاء في هذا الشهر راه غادي يوفقك أنك تستمر، وغادي تلقى نفسك أصبحت تكره الحالة التي كنت عليها وتكره أن تعود إليها، وتجد في قلبك حلاوة الإيمان. والإنسان إذا مشى تذاق الحلاوة يصيبه يعني تعلق شديد، كيولي يتطلب الحلاوة في مواطنها، وكيولي يبكي شوقا إلى تلك الأيام التي مرت والتي وجد فيها تلك الحلاوة. ولذلك كثير من الناس اللي كيمشيو للحرم باش يديروا عمره او كذا يذوقون هذه الحلاوه، وكيبقى حياته كامله وهو يتذكر تلك اللحظات بنوع من الاشتياق وبنوع من الحسره على تلك اللحظات الجميله
التي عاشها في مكة المكرمة. إذن ابحث عن هذه الحلاوة في رمضان، ابحث عن لذة الإيمان ولذة الطاعة، فإنك إذا ذقتها لن تقدر على أن تعود إلى المعاصي. أقول لي بلك ذاك العالم ديال المعاصي عالم ليس فيه سعادة، بل هو عالم كئيب، وعالم تحس فيه بهذا الضياع وتحس أن الله بعيد عنك. ذاك ملي كنشوف الناس كيتوبوا يبكي بكاء شديد، يعني يحس نفسه أنه ضاع وأنه كان بعيدا عن الله عز وجل. وهذا الفقر والحاجة ديالنا إلى الله عز وجل نحسها في الداخل. مهما كان الإنسان ومهما يعني دخل في المعاصي فكذا تجده يتألم من الداخل، ولا يزول هذا الألم إلا في سجدة بين يدي الله عز وجل، وإلا في جلسة من جلسات الذكر وفي قراءة للقرآن الكريم، هناك يذوق هذه الحلاوة. لما كيذوق هذه الحلاوة ما كيبقاش يبغي يفرط فيها، وما كيبقاش قادر يرجع إلى ما كان عليه. لذلك كنستغربوا من بعض الناس، وأنت كنتي البارح هكا ودابا وليتي هكا، رذاق، ومن ذاق عرف ومن عرف لزم. إذن ما تنساش الهمزة لما بعد رمضان، وما تنساش لما يقول لك لا عباد حريرة ولا عباد رمضان، لا سيدي أكون عباد رمضان، ودخل إلى هذا الشهر الكريم بنية التقرب إلى الله عز وجل، واجعل دعاءك الدائم والملازم لك في هذا الشهر: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وديك الساعة إن استجاب الله لك سنجدك إن شاء الله تسبقنا إلى الصف الأول في المسجد. الله يوفقني وإياكم ويتقبل مني ومنكم.